الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن حيازة العراق من السندات الأمريكية انخفضت لتصل إلى 40 مليار دولار. وذكرت الخزانة أن حيازة العراق من سندات الخزانة الأمريكية لشهر شباط من عام 2023 انخفضت بمقدار 417 مليون دولار لتصل إلى 40 مليار دولار بعد أن كانت 41 مليار و117 مليون دولار خلال الشهر الذي سبقه، مبينة أن هذه السندات ارتفعت بنسبة 68.88% عن نفس الشهر من العام 2022 عندما كانت حيازة العراق من السندات تبلغ 24 مليار دولار. هذا وتأتي السعودية عربيا في مقدمة الدول الأكثر حيازة لتلك السندات، وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية والعراق ثالثا. ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد وفي أربيل. وقال مصدر مالي إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا سعر صرف بلغ 144,300 دينار مقابل كل 100 دولار، كما ارتفعت أسعار البيع والشراء في محل الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 145,250 دينارا لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 143,250 دينارا لكل 100 دولار. أما في أربيل فقد سجل سعر الدولار ارتفاعا أيضا، حيث بلغ سعر البيع 144,400 دينار وسعر الشراء 142,400 دينار مقابل كل 100 دولار. أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن العراقيين جاءوا بالمرتبة الثالثة بين أكثر الشعوب شراء العقارات في تركيا خلال شهر آذار الماضي. وقالت الهيئة إن مبيعات المنازل في تركيا للأجانب انخفضت بنسبة 38% في شهر آذار مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وأصبحت 3415 عقاراً. ويتصدر العراقيون في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ عام 2015، إلا أن ترتيبهم تراجع المركز الثاني بعد إيران مع بداية العام 2021، قبل أن يتراجع للمركز الثالث منذ شهر نيسان عام 2022 بعد هيمنة روسية على العقارات التركية. ارتفعت أسعار النفط بعد تراجعها خلال افتتاحها وسط علامات على قلة المعروض، على الرغم من تفكير المستثمرين في رفع محتمل لسعر الفائدة، ما قد يضعف آمال التعافي الاقتصادي. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 24 سنتا لتبلغ عند 85 دولارا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا ليصل إلى 81 دولارا للبرميل. وحذرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري من أن تخفيضات الإنتاج التي أعلنها منتجو أوبك بلس تهدد بتفاقم عجز إمدادات النفط المتوقع في النصف الثاني من العام، وقد تضر المستهلكين وتعافي الاقتصاد العالمي. قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن الاقتصاد العالمي يتجه نحو الانقسام إلى كتلتين متنافستين عالميتين على رأسهما الولايات المتحدة والصين. وأوضحت لاغارد أن العالم يشهد تجزئة للاقتصاد العالمي إلى كتل متنافسة، تحاول كل كتلة توحيد أكبر قدر ممكن مع بقية العالم حول مصالحها الاستراتيجية والقيم المشتركة. وأضافت أنه يمكن أن يكون جيداً للغاية أن تتمحور الكتلتان بقيادة الولايات المتحدة والصين على التوالي أكبر اقتصادين في العالم في الوقت الحالي. وقبل الختام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام الموجز إلى اللقاء.